لكن إذا تم دفان البركاني بهذه الطريقة حر بدون أي شيء في النهاية بيهبط. طيب شو الطريقة المثالية؟ طبعا خيارين، الدفان بالبركاني، إما تمشي المدحلة مباشرة أو تخلط بالإسمنت وتفرش. احنا سوينا الاثنين، خلطنا بالإسمنت مشينا المدحلة بحيث أن نحقق التماسك كامل. الطريقة المثالية مثل ما نشوف معاملة الرامل، فبدال الرامل يكون 4 عربيات وواحد اسمنت، نخلي هذا 6 عربيات أو 5 عربيات وواحد اسمنت، ونخلطه خلط كامل، تصير العملية كأنها خلطة خشنة، وبعدين رشة دواية رشة خفيفة بتكون رطبة بشكل كبير أو خشنة بشكل كبير، وبيوصل إلى حالة التيب، ونهاية الموضوع نكون حلينا الإشكال.